احلى بنات واحلى ولاد، ولاد الصف الثالث الابتدائي، اهلا بيكم في فيديو جديد عن المسائل الكلاميه للكسور. بيقول لي ما علياء 5/9 من قطع الكيك، يعني كيكايه متقسمه لتسع اجزاء، 9 قطع، هي معاها كام؟ هي اخدت في الطبق بتاعها 5 قطع من التسع، اكلت بعضا منها وتبقى معها 3/9 من قطع الكيك، فما الكسر الذي يعبر عما اكلته علياء؟ يبقى هي في طبقها كان فيه 5/9، اكلت بعد ما اكلت وشبعت، ايه اللي حصل؟ فضل في الكيك، فضل في الطبق 3 قطع من التسع، 3/9. فانا دلوقتي عايزة اعرف هي حتى هي دلوقتي اكلت قد ايه. هقول هكتب الكسر بتاعي، هبتدي اقول 5/9 ناقص 3/9، تمام؟ 5/9 ناقص 3/9 يساوي، اول حاجة بحط شرطة كسر وانزل المقام. اتفقنا ان المقام ولا بيتجمع ولا بيتطرح، عشان كده بروح حاطه شرطة كسر وانزل المقام. اطرح بقى 5 ناقص 3 يساوي 5 على ايدي، واشيل منهم 3 هيتفضل 2. يبقى هي علياء اكلت كام حته؟ اكلت قطعتين من قطع الكيك اللي كانوا معاها في الطبق. نشوف مسألة جديدة. بيقول لي اشترى سيف فطيرة، الفطيرة دي مقسمة إلى 10 قطع، كل القطع 10، هم دول أولاد اللي هيتحطوا تحت في المقام. أكل منها 3 قطع في الفطار و4 قطع في العشاء، فما الكسر الذي يعبر عما أكله سيف؟ هقوله أول حاجة هحط 10 في المقام، بعد كده هو سيف اكل ايه؟ اقول له سيف اكل 3 قطع في الفطار و4 قطع في العشاء، معنى كده ان هو اكل كام قطعة يا ولاد من 10؟ اكل 7/10، 7 قطع من 10، يبقى الكسر الذي يعبر عما اكله سيف 7/10. اشترت جنى وسيف فطيرتين، فطيرتين لهما نفس الحجم، يعني الاتنين قد بعض، فإذا وزعت جنى 3/4 فطيرة بتاعتها ووزع سيف نصف فطيرته على أصدقائهم، فأي من أصدقاء جنى وسيف أخذ الجزء الأكبر؟ إحنا جبنا أدي الفطيرة هي ولاد بتاعت جنى وأدي الفطيرة بتاعت سيف. الفطيرة بتاعت جنى متقسمة لإيه يا ولاد؟ لـ4 أجزاء، الـ4 أجزاء دي هناخد منها 3، أحط شرطة كسر والمقام، كل الأجزاء بتتحط في المقام، اتاكل منها كام يا ولاد؟ 3، 3/4. أصدقاء سيف أخدوا إيه يا ولاد؟ هو كسر، هحط شرطة كسر. سيف قسم الفطيرة بتاعته لجزئين، أصدقائه أخدوا قطعة واحدة من الجزئين نص. طيب مين يا ولاد الأكبر؟ أقوله لأ، اللي أخد 3 قطع من أصدقاء جنى أكتر من اللي أخد نص بتاع سيف، يبقى 3/4 أكبر من النص، تمام يا ولاد؟ ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي. بيقول لي 9/3 و5/3 من الكبير، أقول له إيه يا ولاد؟ مادام المقام متساوي يبقى أنا ببص للبسط، مين الكبير، 9 ولا 5؟ لأ، 9 هي الكبيرة، يبقى 9/3 أكبر من 5/3. طيب مين الأكبر، 1/8 تمن ولا 1/2.5؟ لا طبعا، اتفقنا من قبل كده ان انا لما يبقى البسط متساوي يبقى اللي مقامه صغير هو الكبير، يبقى مين الكبير؟ اللي مقامه صغير اللي هو النص،
يبقى النص أكبر من التم. مين الكبير، الواحد ولا 5 على 5؟ أقوله الواحد ده واحد صحيح، 5 على 5. متفقين إن أي رقم على نفسه بيساوي واحد، يبقى 5 على 5 هتساوي واحد، يبقى الإجابة هنا إيه يا أولاد؟ يساوي. وإلى اللقاء في درس جديد من دروسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.